من سنلعب الآن؟ انظري يا جنى، لقد وجدت مروحة ملونة كبيرة. ها؟ إنها تتحرك. أنا لست مروحة، إنني الطاووس ملك الطيور. هل تطير أعلى من كل باقي الطيور يا طاووس؟ لا. إذن كيف يسمونك ملك الطيور؟ يسمونني ملك الطيور لأن لدي ذيلاً طويلاً جداً، وعندما أفرده يكون ملوناً وجميلاً. انظروا. لنكتشف كيف يتغير شكل الحرف حسب موقعه في الكلمة، اضغطوا على الصورة لنسمع الكلمة. طائرة، منطاد، مشط. اضغطوا على حرف الطاء حين يظهر على ريش الطاووس. إذا وصلنا هذه النقاط سنكتب الحرف. افعلوا كما فعلت. طاووس. لنجمع ونستمع إلى المدود القصيرة والطويلة. مع من سنلعب الآن؟